وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة سودانية 24، محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة، إن شاء الله تنول رضاكم يا رب. زي ما قلنا لكم في الأيام اللي فاتت، إحنا جايين برعايات جميلة جدا. شركة صافولا قدمت لنا زيت شمس، زيت ممتاز وجربناه معاكم في خلال الحلقات، وكمان مجموعة من الأجهزة الكهربائية الجميلة برعاية تورنيدو، وعندنا كمان مصنع ماهر لتصنيع الأثاثات الخشبية والمعدنية برضو. كده أطباقنا كمان الليلة أطباق سهلة وبسيطة إن شاء الله. معانا محبوب الشاب اللي هو الفول، هنشتغله بس بطريقة ظريفة كده، اللي هو الفول المبخر، وعندنا كمان اللي هو وافل البيض. الوافل معروف دائما هو للحلويات بس هنشتغله مالح الليلة، وكمان آخر حاجة معانا الكنافة بالكريمة. مع بعض نمشي نشوف مكونات طبقنا الأول ونرجع لكم. اهلا بكم، رجعنا مع طبقنا الاول اللي هو الفول المبخر. هنعرف ليه احنا سميناه فول مبخر في خلال الحلقه. انا هنا عندي بصل، البصل انا كاتبه اللي هو بصل اخضر. طيب احنا ما شرط يكون بصل اخضر، ممكن البصل العادي جدا، اهم حاجه تكون مقطعه تقطيعه، برضو ما شرط التقطيعه تكون صغيره، المهم انها هي مكعبات. هتشتغليها على طول. هنشوح البصل عادي، ممكن كمان بدل ما نسميه مبخر ممكن يكون اللي هو المطبوخ اذا ما كنت حابه التبخيره اللي احنا هنستعملها. التبخيره طبعا هي بالفحم، هنشوف كيف طريقته معانا في اخر الطبق. هنا عندنا البصل قلنا هنشوحه تشويحة عادية جدا بشوية زيت، بعد كده هننزل عليه طماطم، وعندنا كمان الفلفلية، طماطم برضو مقطع مكعبات صغيرة، وعندنا كمان الفلفلية، وعندنا كمان التوم. التوم بيدينا نكهة جميلة جدا للفول، والفول طبعا من الأطباق المحبوبة عند الكل. احنا هنا ممكن تستخدمي فيها اللي هو الفول المعلب الجاهز اذا ما كنتي حابه تركبيه في البيت، بس اذا كان في البيت افضل واطعم وانظف واوفر. يعني الفول نفسه بقى الفتره دي الطلب بتاع الصحن نفسه بقى غالي، عشان كده جيبي ركبيه في البيت احسن، زي ما قلنا اوفر. الفول طبعا انت لما تيجي تنقعيه هتنقعيه في مويه ساخنه، هتخليه مده ليله، اللي هو لو عايزه تركبيه في الصباح هتعمليه من الليل، اذا كنت هتركبيه في الليل هتعمليه في الصباح. المهم ياخذ فتره طويله، 6 ساعات دي فتره كافيه لانه ينقع معاك كويس، وتغيري في الفتره دي 3 مرات المويه حقته، يعني تخليه ينقع فتره بعدين تصفي مويته ثاني ترجعي تخطيها. ده كده بيشيل بعدين، ما بيخلي عندنا اللي هو الغازات اللي بتحصل معاكي اثناء ما بتاكلي الفول، ده بيقلل لنا من النسبه دي. طبعا لما تجي تركبي الفول هتركبيه طبعا
كل ست بيت هي طريقتها. في ناس بس بتركب الفول مع موية شوية زيت تكتفي بكده بس، ممكن تخطي معاها ثلاث حبات تمر، ده بيساعد كمان في النضج بتاعها بسرعة. التمر معروف ثلاثة حبات كفاية. ممكن تخطي إضافات، عايزة تخطي طماطم قطعي شرايح تخطيه معاهم برضو حلو. عايزة مثلا العدس، العدس ده بيتخطى بس بعد ما تحسي إنه الفول نجض معاك شوية، واللي هو زيت. في ناس بتخط المواد الرافعة زي الباكنج بودر بس ما شرط. هنا بعد ما صفرت معانا البصلة هنضيف هنا طماطم، قلنا هنضيف كمان الفلفلية، يعني الحاجات دي كلها تكون مقطعة تقطيع عادي جدا، لأنه إحنا هنخلطه حاجة بسيطة، يعني التقطيعة ما هتأثر معانا. وبرضو هنضيف كمان الثوم كلهم كده مع بعض ياخد تشويحة. قلنا عندنا البصل شوحناه بشوية زيت، بعد كده نزلنا عليه الطماطم ونزلنا كمان الفلفلية والثوم، هنخليهم كده ياخدوا مع بعض التشويحة. هننزل عليهم الفول كمان شوية كده، طريقة التبخير اللي احنا قاصدينها هي حتولع الفحمة عادي، بعد كده حتجيب اللي هو قصدير الألومنيوم حتخطي فيها الفحم، حتخطيه في آخر الطبق، بعد كده حتنقطي عليها شوية زيت وحتغطي عليها كده، حتدينا اللي هو نكهة المبخر اللي أنا قصداها. نزود معانا شوية زيت، يلا هنبدأ ننزل مع بعض الفول. قلنا كيف طريقته، يا إما إنه تستعمليها جاهز اللي هو العلب الجاهزة، أو تركبيه في البيت، وده طبعا قلنا أوفر وأطعم. عشان انتوا زعلانين من الفول ما راضي يطلع معاي. زيني بالكاميرا الفول نفسه ما راضي من كتر ما هم زعلانين من الفول. مصورين هنا زعلانين من الفول ما عايزين فول. بسم الله هنكتفي كده بالقدر ده بس، ان شاء الله طعمه جميل ومحبوب الشعب زي ما قلنا. هنزود له حاجه بسيطه من المويه، عشان انا عايزاها تكون شويه خفيفه لما اجي اخلطها كده. هياخدوا التشويحه كلهم مع بعض، هننزل عليها في الفتره دي البهارات اللي انت حاباها، الشمار وشويه من الكزبره وشويه من الفلفل. بسم الله لما تمشي تشتري الوجبة دي طبعا بيخطوا فيها اللي هو المرق، ده اختياري كنت حابة تعمليه حلو، بيديه طبعا طعم أكيد جميل جدا بالإضافة للملح، بس ما كل الناس بتحبزه. احنا هنا هنخط الملح، قلنا حنضيف حاجة بسيطة من الفلفل، حاجة بسيطة من
قطرة من الشمر، يعني فلفل حاجة بسيطة وشمار. طبعاً شمار محبوب ومعروف أصلاً هو للفول. هنوطي عليه النار وهنخليه حاجة بسيطة. بعد كده حديه خلطة، بس ما خلطة خلطة كاملة، جزء يعني، حيكون معانا جزء مخلوط وجزء من غير خلط. كده معانا الفول تبعنا. هنا انا هنا هاشتغل معاكم، احنا ما كاتبين المكونات حقته، بس انا هنا هعمل معاكم عيش التميس. دي عجنته، ممكن نشتغله لقدام، بس هو دقيق، ملح، ملعقه بتاعت سكر، وزيت، وخميره بس. ده هنا الفول ده بيتاكل معاه العيش ده، جميل جدا. هنعمله مع بعض. بسم الله. قلنا هو عباره عن دقيق، عباره عن دقيق وملح وملعقه بحقه خميره وملعقه سكر وشويه زيت، حتعجنيهم بمويه زي ما شفنا في العجان، او بيدك عادي، بس تزودي مده العجن. زي ما بنقول دائما، كل ما تطولي في مده العجن كل ما بتطلع معاك العجينه حلوه وسهله التشكيل. ده كده شكلها معانا، بتكون ملسه وسهله بعدين في الفرد. بتفرديها من غير اي فراده، من غير اي، بس بيدك كده. بسم الله. تعمليها على شكل دائرة، حابة تخليها ترتاح تاني بعد ما تشكليها ممكن، حابة تدخليها كده زي ما احنا هنعمل على طول برضو ممكن. المهم انت هتفرديها كده على شكل دائري. الحجم كمان انت بتتحكمي فيه، ست البيت عايزاها عيشات صغيرة، عايزاها عيشة كبيرة، زي ما انت حابة، بس هو دائما معروف بالشكل بيكون كبير. كده من هنا كده خلاص هتدخليها بدرجة 180. الفرن يكون محمي مسبقا. هنا ممكن بعد كده انت تعملي الاشكال زي ما انت حابه، تعمليها كده وحتخرميها بشوكه، حتدهنيها من فوق بس حليب بودره من غير اي اضافات، حليب بودره في شويه مويه. هتيجي تدهنيها من فوق، يعني لا فيها بيض ولا فيها اي حاجه، هتيجي تخرميها بالشوكه. عندنا كده تخرميها بالشكل ده، يعني حاجة بسيطة جدا. بس كده خلاص هتدهنيها اللي هو بالحليب زي ما قلنا. عندنا هنا بس حليب ومويه من غير اي اضافات، تيجي تدهنيها كده، هتديها من فوق شويه سمسم، حبه البركه، الحبه السوداء اللي انت حابه. بس كده خلاص نديها رشه من السمسم. كنا هندخلها فرن محمي مسبقا. بسم الله. خليها لحد ما تدينا اللون الجميل اللي احنا حابينه. 180. نزود هنا نص ساعة كفاية هتطلع. هنا شفنا الفول زي ما شفتوه، بس هنديه خلطة بسيطة
بعد كده حنشوف كيف طريقة التبخير، بس بدنا نطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظرونا. عليكم من جديد بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا اشتغلنا معانا اللي هو الفول المبخر، وشفنا كيف طريقته وعرفنا ليه هو مبخر. هنا شايفين معايا الفحم ده اللي انا قصدته، انه الفحمة هخليها تولع شوية. بعد كده هجيب اللي هو الفويل بالطريقة دي كده، هاخد عليها اللي هو الفحم ده وحاجي أخذته على الفول. ده فولنا طبعا احنا في الفاصل بس خلطناه، عملنا له الخلط. هنا هشيل معايا الفحم هاخده هنا، نقفل عليها النار. دي الطريقه حقت التبخيره اللي هي هاخد هنا شويه زيت وهغطي. شايفين الدخان ده؟ ده اللي انا قصده، هغطي عليها كده. ده كده انتهينا من طبقنا حق الفول المبخر، بس كان انا نسيت اللي هو الصلصه، برضو ممكن نعتبرها اختياريه، انا اضفتها في الفاصل اللي هي ملعقه من الصلصه. وبكده اكتمل معانا طبقنا للفول. هنمشي نشوف مكونات طبقنا الثاني اللي هو وافل البيض ونرجع لكم. رجعتوا معايا عشان تشوفوا اللي هو الوافل، وافل البيض. الوافل دايما معروف انه هو للحلويات، بس الليلة هشتغله بطريقة بسيطة جدا، تغيير نوعا ما للبيض. هنشوف كيف طريقته معايا. انا هنا عندي 6 بيضات، بس احنا قلنا 4 بيضات، يعني كمية البيض ده حسب عدد عيلتك او حسب رغبتك انت 6 البيض، يعني عدد البيضات دي بيتحكم فيها انت. بس كل بيضه قصادها في ملعقه دقيق، كل بيضه قصادها في ملعقه دقيق. عندنا هنا بسم الله هنشتغل قلنا البيض، يعني هو الطبق ده كمان حلو بينفع لطلاب المدارس، ممكن تعملي يكون سندوتشات او بديل للعيش، وكمان وجبة بسيطة جدا في العشاء، لأنه هو عبارة عن خضار
في مجموعة من الخضار، علشان كده إحنا ممكن نعتبره صحي جداً، خالي من الزيوت. ما كمان حابين نسمع أصواتكم، اشتقنا لكم، ممكن تتصلوا علينا، أرقامنا ظاهرة معاكم على الشاشة، اتصلونا ودونا آراءكم. أي وصفة أنت حابة تسألي عنها إحنا جاهزين. بسم الله، هنا قلنا البيض، قلنا كل قصاد اللي هو بيضة، معانا ملعقة من الدقيق. بسم الله، لكل بيضة ملعقة من الدقيق. بعد كده هتحطي البهارات اللي انت حاباها، ملح وفلفل والكزبرة والشمار، الكاري والبابريكا، ديل منكهات جميلة جدا لأي طبق، يعني إذا كان متواجد عندك في البيت حاجة جميلة جدا. كمان هنضيف الفلفل، يعني البهارات المتوفرة عندك في البيت. هنا الكاري، الكاري جميل جدا مع البيض، جميل جميل جميل، يعني بدي نكهة كده رهيبة. عندنا كمان الشمار والكزبرة، ممكن نخد حاجة بسيطة من الكركم، لأنه إحنا قلنا الكركم مفيد جدا في الفترة دي بالذات، ممكن نضيفه لأي طبق من أطباقنا اليومية العادية جدا، حتى الطبايخ ممكن نضيف فيها شوية من الكركم، وممكن كمان يتشرب في الليل قبل النوم مع الحليب، ممتاز جدا. هنا خدتين الملح، هنخد مجموعة الخضار المتوفرة عندك في البيت اللي أنتي حاباها. إحنا هنا هنضيف طماطم، ده كان الحاجات المتبقية من طبقنا الأول اللي هو الفول، عندنا كمان اللي هو الفلفلية، حابة تضيفي بصل ممكن، ده شيء اختياري بالنسبة لك أنتي ست البيت، في ناس ما بتحب البصل دائما مع الأطباق اللي زي كده. هنا كمان هنضيف البقدونس، حيدي لون جميل وحيدي نكهة وطعم جميل جدا. هنا كده معنا البقدونس، كده تمام، هتلخبط كل المكونات دي مع بعض كده. وكمان قلنا حابة تضيفي جبنة برضو، هيدينا طعم جميل، مارتديلا، هوت دوغ، كل الحاجات دي حابة تضيفيها دي ليكي انتي حرية الاختيار. حابة تضيفي يعني اللحوم للبيض، هيبقى معاكي جميل اكيد. ده كده اللي هو القوام حقه معايا، الدقيق طبعا هيخليه متماسك، ممكن اضيف كمان حاجة اللي هو الخل، هضيفه. هنا هنضيف كمان معانا اللي هو الباكنج بودر، سمسوم هتيجي. خليني أشوف معاكم الجهاز اللي حنشتغل به الوافل. هنا ده جهاز الوافل معانا، اللي هو الوافل للحلويات العادية اللي انت بتستخدميها، ده اللي احنا حنستخدمه الليلة معانا للبيض ان شاء الله. هنا هنخليه طبعا هيكون مقفول لحد ما يدينا اللي هو يورينا خلاص انه هو مستعد ان احنا نضيف عليه البيض، هتغطي عليه. دي حاجة ممكن ما كان متوفر عندك الجهاز، ما حيوقف معاك الموضوع، هنستخدمه على الطو على طول، شبيه للبانكيك بس حيكون بانكيك البيض. قلنا ده قوامه لينا. الو، السلام عليكم. عليكم. شبابيبي ام رهف؟ ايوه. اهلين يا ام رهف.
كيف ان شاء الله بخير؟ تمام الحمد لله. اهلا جزيره، كيفكم كلكم؟ انا مبسوطه معاكي. تمام، وانا كمان مبسوطه بك كثير. كثير بحاول من بدري لكن التلفون نهائي ما فش معاي. معلش كانت عندنا مشكله، ان شاء الله حنتواصل مع بعض خلال الايام الجايه كمان. كيفك انت؟ كيف رمضان معاكي؟ والله بخير الحمد لله. خلاص بديتي تجهزي للعيد؟ ايوه والله بدينا، بس دخلت من العيد ذاته. اكيد طبعا، انتظرونا خلاص من الحلقات الجايه ان شاء الله، او من بكره تقريبا حيكون حنبدا معاكم الخبايز. خلاص طوالي. يلا بس الكعك دائما عندي بعتد معاك، اللي بعمل كل الحاجات، الريح حاجه يخليه ما يعتد. خلاص انت حتشوفي، هي حنشتغل معاكم الكعك وحنشتغل معاكم كل حاجه ان شاء الله. انا عايزه حاجه خلاص بسيطة. طيب يلا، يمكن يكون من نوع زيت ولا حاجه، ولا اللي هو نوعية الزيت؟ ايوه ممكن على فكره. نوعية الزيت يعني هذا زيت النغل المعروف يعني كله، لكن ما عارفه. لا زيتك انت استعملي معانا زيت شمس على فكره جميل. خلاص خير، اول مره استعمل، بس استعملت في كم حاجه لكن الكعك لسه ما سويته. لا لا جربيه والله حلو خالص على فكره، في الخبايز والفطاير عموما حلو. خلاص خير، تسلمي نصيحه. الله يديك العافيه يا رب. تسلمي. يديك العافيه. تسلمي كثير. خلاص بنتابعك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الله يديك العافية. هنا قلنا هنشتغله برضو هنا كده معانا، هنخليه طبعا قلنا ما عندك جهاز الوافل ممكن تستخدميها بالطوة على طول مباشرة، يعني الموضوع ما حيوقف معانا عشان احنا ما عندنا الجهاز ده. كده حيكون معانا شكله كنا هنشتغله بجهاز الوافل طبعا، ده علشان احنا سميناه وافل البيض، لكن قلنا ما عندك الجهاز على طول شايفين هنا شكله معايا حيبقى زي البانكيك. بانكيك اشتغلنا قبل كده بانكيك البطاطس، واشتغلنا كمان بانكيك اللي هو الخضار، الليلة بانكيك البيض. هنخليه كده لحد ما يستوي معانا شوية، بعد كده هنقلبه هنا كده. كده معانا تمام، سريع جدا، قلنا بيعتبر فطور بيعتبر عشاء سناك خلال اليوم، ممكن اذا حبيتي تاكلي اي حاجه مفيده. بينفع ناس الرجيم جدا لانه زي ما قلنا خفيف، وفي مجموعه كبيره من الخضار، ممكن تضيفي زي ما قلنا كمان مجموعه اللحوم، هوت دوغ، عندك صدور دجاج، يعني الحاجات دي في اختيارك انت. هنا معايا بيستوي بسرعه طبعا، تقريبا خلاص بقى معانا جاهز. نجيب هنا هذا يعني اخذ ده قلنا وافل البيض، شايفين معايا بقى شكله جميل جدا. هنقفل عليها هنا كمان، نشوف معانا الفرن. هذه حاجة بسيطة، قلنا احنا هنشتغل الفول، اشتغلناه مع التميس. التميس قلنا عبارة عن دقيق، ثلاثة كباب دقيق، هنضيف عليها ملعقة من الخميرة، ملعقة كبيرة من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر، ملح، واللي هو الزيت ربع كوب كده من الزيت، يعني لو قلنا ده حاجة بسيطة كده ربع كوب. هنضيفه كوباية من الموية الدافية، هتستخدمي فيها العجان، العجان حيعجن بطريقة سريعة طبعا، ما بيحتاج معاكي انه تقعدي تطولي في مدة العجن، سريع بالنسبة للي متوفر عندهم. ما كان متوفر معاكي العجان ما حتوقفي معاكي الموضوع، هتعجنيها بيدك زي ما احنا كنا بنعجنها دائما. بس اهم حاجة لنجاح اي عجينة انه تطولي مدة العجن على قد ما تقدري، ودائما احنا كنا بنقول كل ما تكوني زهجانة أو طفشانة ادخلي اعملي فطاير أو عجني عجين، بيطلع معاكي ممتاز خالص. هنا قلنا هنشوف كيف، لسه حتديها قفلة قفلة كده خلاص
وفي للبيض. شايفين كيف شكله؟ ده هنا شكله معانا بعد ما يطلع، قلنا ده وفل البيض بالجهاز حق الوفل. ما كان متوفر معاك الجهاز، ده شكله معانا من غير جهاز بتطوى عادي جدا. كده شفنا معانا الطريقة، حد ما نخلص باقي المكونات عندنا هنطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظرونا. اهلا وسهلا بكم، رجعنا من جديد بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا كيف الوافل حقنا، وده شكله معانا هنا اول ما يطلع كده شكله. وقلنا اللي ما عندها الجهاز ما في حاجه حتقيف عليها، ده شكله شفنا كيف طريقته، عملناه بالطوة العاديه جدا. بس اهم حاجه حسب نوعيه الطوة حقتك، اذا كانت النوع اللي بيلزق ادهنيها شويه زيت، إذا كانت الطوة الغير لاصقة على طول اشتغلي عليها من غير أي زيوت، لأنه إحنا في طبقنا ده سميناه الوافل الصحي لأنه ما عايزين فيه أي نوع من أنواع الزيوت، قلنا بينفع لحاجات كثيرة جدا. هنا كمان معانا الفول حنغرفه، بس حنشوف آخر طبق معانا عشان نخلصه لمدة الزمن، اللي هو الكنافة بالكريمة. هنطلع نشوف مكوناته ونرجع نشوف طريقته، انتظرونا. شفتوا مكوناتنا لتحليتنا الليلة اللي هي الكنافة بالكريمة، شفتوها كيف سهلة، عبارة عن العجينة حقت الكنافة بس معاها شوية من سكر البودرة على السمنة، السمنة طبعا أو الزبدة، السمنة بتديها نكهة جميلة جدا. السمنة دي هنا عجينتنا، حنخد فيها السمنة، حنخد عليها اللي هو السمنة مع حاجة بسيطة من سكر البودرة، هتلخبطيهم كده مع بعض حيندمجوا اندماج ممتاز. بعد كده هتجيبي اللي هي مصر النطير، هتجيبي معانا اللي هو قوالب الكب كيك عشان نشتغل فيها الطريقة. هتشوفوها معانا أكيد إن شاء الله. أنا هنا مسافة مع السمسوم ترتب الحاجات دي أوريكم. طبعا ده كمان معانا التميس، طلعناه من الفرن، ده شكله معانا عيش جميل جدا، وكمان بيتاكل ممكن يعتبر زي سناك. ده شكله معانا اللي هو التميس، ده شايفين شكله كده ممتاز جدا. هنا كمان شفتوا كيف اللي هو الفحمة دي، شفنا كيف طريقتها وعرفنا اللي هو المبخر بيكون كيف. هنيجي نغرفه معانا، بسم الله،
فولنا طبعا خلطناه، ده تغيير شوية من الفول المعتاد. هنشتغل كمان إن شاء الله لقدام أصناف وأنواع من طرق الفول، انتظرونا. ده كمان جربوه هيعجبكم أكيد. بيتسمى كمان يعتبر اللي هو الجلابة، اسمه كده، عنده عدة مسميات. ده كده بس خلاص معانا، طبعا الكنافة هنا قلنا انه هنخط عليها السمنة وشوية سكر البودرة. بعد كده هنجيب قوالب الكيك وهنضغط اللي هو الكنافة بطريقة بسيطة، يعني هتشيلي حاجة بسيطة ما كمية كبيرة هتضغطيها فيه. ممكن تستخدمي ده تبع الكب كيك لسهولة انه يطلع معاك بسرعة ما يلزق معاك اذا كنت خايفة من نوعية الصينية دي. كده زي ما شايفين كيف سمية بترتب فيها، دي هي الشكل. هتطلعيها من الفرن، هتدخليها فرن طبعا درجة 180. اول ما تطلع معاكي هتجيبيها وهتقلبيها، هتنظفيها مثلا، هتخطيها. بعد كده هنشتغل الحشوة اللي من جوا زي ما انت حابة. كنت حابة انها تكون بالكريمة العادية جدا اللي هي كريمة الشانتيه او الدريمويب، هتخفقيه اذا كان بحليب او بموية عادية مع شوية سكر بودرة اذا كنت حابة انه هو يكون مسكر شوية. بس خلاص هتخليه في الثلاجة يجمد معاكي. اول ما يطلع معاكي الكنافة هتشيليه، هتعملي فيها اللي هي الطبقتين، يعني هتحشي بعد كده هتخطي عليها الطبقة الثانية، هتديها بعد كده الشيرة اللي هو دايما بنقول كوباية موية لكوبايتين سكر معاهم عصرة ليمونة، هترفعيها على النار لحد ما يتقل معاكي ويكون معاكي بالقوام ده، هو القوام اللي احنا عايزينه للكنافة تبع الليلة. هنا احنا هنمشي نخد، هنزين معانا طبقنا للفول. شوية جرجير، شوية من الجبنة، حاجة بسيطة كده. ده وهنضيف هنا معانا اللي هو الزيت. طبعا الفول زيت معروف، زيت شمس جميل جدا. هنا كده قلنا الكنافة هتدخل في الفرن درجة 180، وشرحت كيف طريقتها أو طريقة كيف الشكل الأخير. هوريكي هو طبعا أنا عاملة منه تجهيز مسبق. هنا شكله معانا، ده كده شكله، دي كده، دي فهمتوا معانا الحركة. ده كده الشكل الختامي. هنديها طبعا اللي هو شيرة وحاجة بسيطة من المكسرات، هنديها شيرة من فوق. هنا شايفين الشيرة هنخدها كده، ده كان طبقنا للكنافة بالكريمة. بعد كده التزيين ده ليكي انتي ست البيت اختياري. عندك كمان كان مكسرات، عندك فستق، التزيين الأخير ده انت بتتحكمي فيه. دي كده كانت أطباقنا لليلة، إن شاء الله يا رب كانت أطباق سهلة وبسيطة. اشتغلنا معاكم اللي هو الفول المبخر وعرفنا كيف طريقته وليه أصلا سميناه مبخر، ده كده الشكل الختامي حقه. وكان معانا التميس اشتغلنا طريقته، هي دي شكله في الأخير. آخر حاجة كان معانا كمان اشتغلنا وفي البيض، شفناه بطريقتين إما بالجهاز أو بدون الدم.
وكمان هنا كده شفنا معانا ديل، واخر حاجه كان معانا اللي هي الكنافه بالكريمه، شفنا دي طريقته اشتغلناها كلها. دي كانت اطباقنا لليله، يا رب نالت رضاكم واعجابكم. دي اخر اطباق الموالح، هتنتظرونا من بكره ان شاء الله في الخبايز. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. انا كده اختم معاكم والاقيكم في حلقه ثانيه باذن الله تعالى. خليكم في امان الله.